هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا فيديو كده تنظيف بشره سريع. العيد المفروض بكره، بس انا يعني اتاخرت شويه في التنزيل عشان العيد وكده. تنظيف البشره ده هيكون ابسط ما يمكن من المنتجات على قد ما قدرت، يعني ما جبتلكمش جهاز الترا سونيك ولا جهاز البخار، وهنشوف هنعمل ايه بابسط الطرق ان شاء الله يعجب. بس كده، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. ما تنسوش كمان تدعموني بلايك وكومنت وشير، وتابعوني على الانستجرام هناك عشان نكون اقرب لبعض ونزيد ونكتر، وتشوفوا كمان المشتريات اللي انا بجيبها وكمان العروض اللي بعملها على المنتجات. يلا ندخل في الفيديو. مبدئيا كده يعني انا جبت حاجات من المطبخ على قد ما قدرت علشان اشوف هنعمل حمام بخار ازاي للبشره. انا بشرتي ما كنتش عاملاها اي حمام بخار عشان فيها حبوب مضايقاني، بس مضطره عشان هي مهلكه جدا. اولا كده جبت طبق استلس فيه كل ده نعناع، هي بقى لو نعناع اخضر مش النعناع الناشف، حطيته جوه طبق بلاستيك علشان بس اقدر امسكه وما تحرقش. وسخنت الميه من الكاتل، بصوا يا ريت لونها يكون واضح، لونها كله بقى لون النعناع يعني الاخضر. انا بتخنق قوي من البخار وهو بيطلع بخار. اقعد كده حوالي ربع ساعه بس افتح المسام، هلاقي بشرتي بتعرق وكلها بتنقط ميه، فكده المسام بتكون بتتفتح وبتكون انعم معانا، وبيبقى سهل جدا ان احنا نتعامل. عندي حساسيه وجفاف في العين، فمش عارفه افتح عيني ابدا وانا بعمل حمام بخار. فنستنى كده مع بعض شويه هجريلكم الخطوات دي. الخطوه اللي جايه يبقى خطوه ازاله اي بثور في البشره. انا ما عنديش بثور في البشره غير عند الانف، وهنحط لها الاستريب، فعشان كده هستنى مش دلوقتي. فانا حابه اعمل سكراب والبخار بيطلع على بشرتي. خلوا مناديل جنبكم لان الانف بتتدمر. هستخدم سكراب القهوة للبشرة من عندي من البراند بتاعي، تقدروا تطلبوه من على الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاع الانستا بتاعي تحت في صندوق الوصف. والحقوا لان في عروض للعيد، اي اوردر بتطلبيه صافي تمن المنتجات 100 جنيه بتاخدي خصم 10%، لو صافي تمن المنتجات 200 جنيه بتاخدي خصم 20%، فالاوردر هيكون وهم ومفيش حاجة تاخديها مش هتفيدك. بيتميز بقى ان فيه طبة جميلة. بصوا هو فيه سكر وحبيبات السكر مش كتيرة، الزيت اكتر بكتير، يعني انت هتلاقيه كله عايم في زيت. حابة اقشر البشرة والبخار طالع يفتح النسيج. الأنف عندي كلها قشور. دلوقتي هحتاج اعمل سكراب للشفايف برضو من البراند بتاعتي. السكراب بريحه وطعم الفراوله، وكله طبيعي، فيه فيتامينز كتير، واكتر فيتامين موجود فيه فيتامين اي، لانه بيحفز الجلد على انه يتغذى ويتغير ويتقشر ويتجدد ويبقى انعم. طبعا مستخدماه كذا مره، شايفينه يجنن يجنن حرفيا يجنن، ولا الاسعار رخيصه جدا بقى كده. يعني غسلت كل اللي كان على بشرتي، وهعمل ايه؟ هاخد من الميه بتاعه النعناع في برش الشاكوش وصابونه فحم. صابونه الفحم دي متوفره عندي على فكره برضو على الانستجرام. صابونه الفحم بتفتح البشره وبتنضف البشره تنظيف عميق. ليه خدت من الميه دي؟ لاني لو خدت ميه ساقعه هتقفل المسام. انا خدت من الميه اللي هي بتاعه حمام البخار عشان هي لسه مولعه.
نفسه تحفه وبتفتح على فكره، بس ما تستخدمش البشره اقصى استخدام ليها، اكتر حاجه تستخدميها ليها في الاسبوع 3 لو انتي بقى في الشديد قوي، والجسم تستخدم عادي. ليه بقى اقصى حاجه في الاسبوع 3 مرات؟ علشان ما توسعش المسام. هي بتديني السواد الفاحم ده على البشره لو انا مش عامله سكراب، لان السكراب مليان زيوت، فهي اندمجت مع الزيت فلونها افتح تمام، عشان ما تتخضوش لما تيجوا تستخدموها، بتخلي ماسك اسود كده على البشره. شايفين في فرق شويه بشرتي، نضاره وتفتيح كده. هنزود على ده كله، وهستخدم الديب كلينزنج نوز ستريبس. ده ايه بقى؟ دي لزقات الانف اللي بتتساب ربع ساعه، العلبه بيكون فيها 6. هسيب لكم البيج بتاعت يلا شوبينج، الاكونت بتاعها هسيبه تحت في الديسكربشن بوكس. عامله عروض حلوه جدا جدا للعيد، فالحقوا اطلبوا من العروض، لان العروض اظن النهارده اخر يوم او بكره، فياريت تدخلوا تشوفوها وتتابعوها وتشوفوا الحاجات اللي عندها. مكتوب عليها ان هي لازم نبل الانف الاول، او نبل ايدينا، او نبلها هي شخصيا ونحطها على الانف، بس طبعا بعد ما نشيلها من هنا. المفروض نحطها على الانف كده تمام، كده بتتساب لمدة 15 دقيقة. اول مرة جربها معاكم، المفروض ان هي تطلع الرؤوس السوداء والبيضة، فهفتحها كده. بصوا اللزق بتاعها ضعيف جدا، يعني ما بتلزقش يعتبر، فعشان كده احنا لازم نبل الانف. بعد كده انا هحطها، على فكرة مجرد لمست وبقت بتلزق قوي، احطها كده على الانف وهسيبها لحد ما تنشف. مش هعرف اقعد ربع ساعة كده من غير ما اعمل حاجة، مش هقدر استنى، فعشان كده هنعمل ماسك من بوبانا. ممكن تعملي اي ماسك في البيت، زي ماسك مثلا القهوة والكاكاو واللبن باودر والنشا، وتحط لهم بدل لبن باودر تحط لهم مثلا زبادي او لبن، مش باودر، لبن سائل، وتعملي خليط كده هيفتح برضو البشرة. ده ماسك تفتيح جاهز من عند بوبانا، نحطه على كامل البشرة بقى عشان بالمرة قبل ما ينشف تكون هي نشفت. دي البروش بتاعت الماسكوت، ونظبط الدنيا بقى. مش فاكرة سعر الماسك، بس عايزة اقول لكم على حاجة، ريحته رهيبة. عايزة منه تفتيح، استمري عليه وهيفتح. اما مرة اتنين وتقولي ما فتحش، لا هو مش هيفتح من مرة او اتنين. ريحته رهيبة، دي كلمة بجد يا جماعة. جيبوا البروش دي اول ما تلاقوها، يعني بجد لازم تجيبوها، ما ينفعش تستهونوا بالموضوع ده. بتظبط لكم اي ماسك وبتفرده من غير ما ايدينا تتدمر. وفي ترتيب كمان حلو، يعني هو مجرد جه فوق شفايفي كده حسيته عامل زي الكريم المرطب. ما تتخضوش يا جماعه، دي عوارض من عوارض العيد، ما تتخضوش. تعالوا بقى بعد 15 دقيقة نشيل كده. انا اول مره اجربها حاسه انها توجعني اوي، او لا هنا حته صعبه قوي، دي بتوجع قوي قوي قوي. وبصيت كده في المرايه جنبي، لقيتها فعلا بتطلع حاجات بتطلع معايا، لا شديده شديده جدا. ما طلعتش كتير اظن عشان ما عنديش كتير، بس طلعت الكسور اللي هنا، فده يعني حاجه حلوه. بس خدوا بالكم بلوها كويس، بس اظن انها ما بلتهاش كويس. هروح اغسل بقى بشرتي كلها بصابونه الكركم، علشان عندي حبايه هنا رخمه جدا لسه طلعولي، فطبعا يعني في عيد وكده، فانا مش عايزاها تبقى باينه وواضحه. اهي صابونه الكركم، ناسف على بشاعه المنظر واني مغرقه الدنيا. ودي برضو متستخدمش غير 2 أو 3 بس في الاسبوع، ويستحسن يعني مع التنظيف العميق ده تستخدمش كتير، عشان بتوسع مسام من كتر استخدامها. صابونة الكركم فظيعة، انا بسيبها برضو تنشف شوية، كانت متوفرة عندي بكميات كبيرة جدا، بس من كتر ما البنات استخدمتها وسمعت عنها فاشتريتها كتير وعجبتهم قوي. بعد ما غسلت بشرتي بصابونة الكركم استخدم ايس رول
الايس رول تعالوا بس اشرح لكم. على فكرة متوفر عندي. بناخد القطعة دي، هي مش عايزة تطلع عشان دخلت بالعافية. تمام، احنا القطعة دي بتتفك ونحطها في الفريزر. الايس رول ده بيتعمل مساج للجسم او البشرة او وبصوا يعني، في مرة عضتني كلبتي فالدم حبس هنا، فقعدت اعمل كده كتير وبضغط، فبدل ما الدم كلكع معايا كده وحبس دم والدنيا دي كلها، الورم اتوزع وما بقاش فيه ورم، والزرقان خف في لحظتها. فعايزة انا لو اتعضيت منها لازم بقعد اسبوع. فهو بجد منقذ جدا، لازم يكون عندك موجود في الفريزر دايما. هتقفلي بقى مثلا بشرة، حد اتخبط لا قدر الله، عينيكي منفخة. انا عندي جفاف حاد في عيني، فلو نمت وكان عندي جفاف بصحى بتبقى ورمة قوي، فبمشي التلج عليه. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقفل مسام البشرة. لو استخدمتيه كل يوم الصبح وبالليل او حتى مرة واحدة في اليوم، هتلاحظي ان بشرتك بقى فيها نضارة مش طبيعية، بشرتك دايما مشدودة، بشرتك فيها حمار كده، والدورة الدموية كلها مشيت في البشرة. ده عن تجربة، لما بقلل استخدامي ليه بشرتي بتبقى عادي جدا ومصفرة، بس لما بستخدمه كتير وبانتظام كل يوم بشرتي بتتحسن بكتير. من جمال الاحساس بتاعها. تعرفوا بقى ان بالايس رول لو عملته مساج هنا اللغد يقل؟ بعد كده هستخدم التي تري تونر بتاع ذا بادي شوب، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن بوكس. سايبالكم يلا شوبينج البيجي دي، تقدروا تشتروا منها التونر كمان، توفر عندها، سعره حلو جدا. ده حجم 400 مللي، هتلاقي عندها اظن 250، وطبعا هيكون ارخص عليكم لان 250 بيبقى اكتر، يعني بيبقى في حدود 400 جنيه او اقل شوية على حسب اختلاف الناس. ونحط التونر. بطلت احط تونر في قطنة والكلام ده علشان لقيته بيتهدر قوي. يعني ايه بيتهدر؟ يعني مهما حطيت في القطنة لازم اغرقها قوي علشان اقدر امشيه على كامل البشرة. اما دلوقتي انا بقيت بستخدم نقطتين بس على كامل بشرتي، بتغرق البشرة لدرجة انها نقطت مني في الارض. يعني انا بشرتي مش محتاجة اكتر من كده. والتونر مفيد جدا للبشرة عشان يشد البشرة ويخلي المسامات مشدودة ومنظرها مشدود. وده التونر شجرة الشاي الاخضر، زيت شجرة الشاي الاخضر. فبيعمل ايه؟ بيبقى مضاد للبكتيريا، بينضف ويعقم البشرة حلو جدا. يعني عايزة اقول لكم البشرة فظيعة من بعده. بعد كده هستخدم سيرم النضارة من البراند بتاعي، برضو تقدري تطلبيه من على الانستا عندي، عشان عايزين بقى ايه البشرة تبقى بتلمع، نزود لها اللمعة. المفروض نحط على ايدينا، ما نحطش من البشرة عشان لو في بكتيريا، بس انا عشان متأكدة ان انا منضفة بشرتي صح وكويس حطيت بيها عادي جدا. هستخدم الليب بام دي اسمها هاسايا جيرل، دي براند كوري فظيعة، ريحتها برتقان كده وجميلة جدا. بعتتها لي بيج يلا شوبينج، برضو اللي انا قلت لكم الاكونت بتاعها تحت، ما تنسوش تروحوا تشوفوا العروض بتاعتها اللي هي عاملاها للعين. احط منها عشان ارطب شفايفي، بس هي زبدة قوي فلازم تحطوها في وقت الصيف في التلاجة. كنت حاطه قبل ما ابدا الفيديو اللي بام بتاعتي وشفتوها كانت ثابته ازاي على مدار الفيديو كله، ودلوقتي انا حطيت دي عشان بجربها، وريحتها وترطيبها حلو جدا. برضه هستخدم الاي كريم بتاعي من البراند بتاعتي، مرطب حول العين. لازم نرطب حول العين ومرطب غير مرطب البشره نفسه. وحول العين ده كمان لو عندك مشكله حول الفم بيرطبها زياده، ان السيرم اصلا بيرطب الموضوع ده. اعمل مساج كده في عكس اتجاه الخطوط. ليه؟ علشان ما تزيدش معايا الخطوط. لو عملت في اتجاه الخطوط كده فانا بزود الخطوط، عشان كده دايما بعمل المساج عكس الاتجاه.
كده تقدري تحطي مرطب تاني للبشرة عادي جدا بعد السيروم لو انتي مش مزودة الكمية. اما انا زودت كمية السيروم فانا مش محتاجة ترطيب اكتر من كده للبشرة، خصوصا ان انا دلوقتي ناوي اخد شاور، فهطلع اعمل كل الستبس دي تاني من اول الايس رول للاخر. فعشان كده لو انا محتاجة ترطيب اكتر من كده هشوف بشرتي بعد ما تشرب الكلام ده كله هتحتاجه ولا لأ. بس كده لو عجبكم الفيديو واستفدتوا بأي حاجة في الدنيا ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وتتابعوا بيج يلا شوبينج عشان تشوفوا عروض العيد بتاعتها وبتاعتي تحفة العروض، وعشان على الانستجرام بنقدر نقرب من بعض اكتر ونتكلم مع بعض اكتر ونحط ستوريز وكده ونتفاعل مع بعض اكتر واكتر. بس كده ما تنسوش كمان ان احنا كل يوم بننزل فيديو جديد على القناه، يعني كل يوم في فيديو، كل يوم ندخل نشوف في فيديو جديد ايه نزل، لان كل واحد بينزل ملوش علاقه باللي قبله، بيبقى جديد وفكره جديده. على قد ما بقدر بحاول افكر لكم كل يوم انزل حاجه. كده ادعموني بقى بلايك وكومنت تحت واعملوا شير مع صحابكم عشان كله يستفاد ويلحق بشرته قبل العيد. اشوفكم في فيديو جديد.